اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده هتكون فيها مختارات، فيها تشكيله، فيها حاجه حلوه، وبيتسال على السوشيال ميديا، واحنا حددنا يوم الاثنين من كل اسبوع زي ما حددناه في الايام اللي قبل كده، بنختار الاسئله اللي بتسالوها في الشهر الكريم. كل سنه وانتم طيبين، احنا معاكم في الشهر الكريم لكل التفاصيل. معانا النهارده كباب حله، بيقولوا لي كباب الحله ما بيستويش ويلحق يستوي معانا يا عم الشيف، والبصل ساعات بيبقى طري، فانا عايز اعمل شويه كباب حله النهارده ببصل شكله لطيف وجميل، يعني البصل ده من خير ارضنا، والبصل ده بيسموه بصل كويزات، لقيته عند الراجل الفكهاني فجبته النهارده اعمله مع كباب الحله. اهو تشوفوا كمان مره، ايه رايك في البصل الحلو ده؟ شبه البتنجان العروس الحلو. البصل ده هعمله مع كباب حله النهارده، ورق لورا وحبهان، شويه بهارات عربيه كده جمال زي الفل. معايا طاجن انا من زمان بحبه، من ايام والدتي الله يرحمها كانت تعمل يخره البسله بالجزر ورز ابيض وتعشت والحمد لله وكانت صحه. النهارده مع بعض هنعمل طاجن البسله بالجزر بس على مدرستي. معانا الجزر مبشور مش متقطع مكعبات، ومعانا بسله، ومعانا بصلايه حلوه، فص توم، معانا صلصه البيستو، معانا اللي هنحط شويه ريحان هنديها فليفر حلو كده، ويدخل الفرن متسبك. عدله رز بالشعريه، انا من الناس اللي بتحب الشعريه بتحمرها كتير اكتر من الرز بالشكل ده كده. شعريه كتير هنحمرها ونحط لها شويه رز حلوين كده، تبقى الشعريه شكلها ولونها وكميتها غالبه على الرز. معانا كمان النهارده الحلو البغاشه. البغاشه يا مغاز النهارده لها اسرارها، حاجه بسيطه هي شويه دقيق وبيضه وبتتعجن، وانا هعجنها مع حضراتكم وبنقليها في قلب الزيت. لا تقولي لي بلح الشام بقى ولا زلابيا، تحمريها وبتديها سكر بودر او عسل حسب الرغبه. على اتفاق تفاصيل كتير. ومعانا سبرينج رولز النهارده بالجبنه القريش، حاجه زي السمبوسه كده لطيفه وحلوه. يعني هنجيب عجينه السبرينج رولز ونلفها مع جبنه قريش مع بيض مع بقدونس حسب الرغبه، هتعجبكم ان شاء الله. اسمه سبرينج رولز بالجبنه، هنشوف نقدمها مع بعض ازاي. ممكن نقدم معاها كاتشب او مايونيز عشان الاطفال الحلوين اللي بيشاركوا الطبليه والسفره بتاعتنا ونفطر مع بعض. ورمضان كريم. خلينا نطلع فاصل صغير وبعد الفاصل تروحوا جاي. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، وتعالوا نشوفوا التفاصيل عندنا على شاشة القناة الأولى من أول الشهر الكريم لغاية دلوقتي مع بعض إن شاء الله، وربنا يسترها معانا. معانا لحمة ومعانا بصل، هعمل كباب حلة. وسموه كباب حله ليه؟ حد يقول لي بقى سموه كباب حله ليه؟ علشان ايه؟ بيستوي على السيخ ولا في الحله؟ سموه كباب حله لانه بيستوي في الحله. مش عايزه الفلسفه دي يا عم الشيف. في كباب بيستوي على السيخ، يا اما اسياخ خشبيه زي اخواننا الشوام، يا اما اسياخ خشبيه في قلب البيت. عشان كده كباب بيبقى كباب سيخ. ولكن كباب حله لما نقول كباب حله يعني بيستوي في الحله، بس هنا في خبره طهويه شويه. انا عايزه اسوي كباب الحله ده من غير ميه. ازاي؟ حطيت ميه مش هيبقى كباب حله، هتبقى يخنة على طول. حطيت طماطم بقت يخنة. اهم حاجه عمليه التسويه، والنار هنا بتلعب دور 90%، هي دور البطوله هنا عمليه النار. معانا حته لحمه كندوس حلوه منلبسه تقريبا كيلو ونص، معانا بصل كويزات، معانا ورق لورا، ومعانا حبهان، قرفه، خشب، مسمار اللي هو القرنفل، معانا كمان ملح وفلفل، وفصين ثوم مفرومين ناعم. تعالوا نشوفوا، نحط اللحمه على النار ونسيبها تستوي، لان النهارده في شغل كتير في الحلقه قوي على فكره. هنعجن عجينه الغباشه ونشوف ازاي نعجنها وتتحمر معانا مع بعض. حلو. حل اخبارها ايه؟ طاسه سخنه جامد زي الفل. تمام. البصل يتحمر بالشكل ده كده، لحته اللحمه اللي معانا اللطيفه الحلوه دي كده. بصل كويزات، بصل كويزات يعني بصل سليم صغير بيبقى قد حته اللحمه كده. لما يستوي الاثنين مع بعض ما اعرفش اطلع اللحمه من البصل، من حلاوة البصل ومن حلاوة حتة اللحمة الملبسة اللي هتشرب مية البصل، ومية البصل تشرب مية اللحمة، كل دول في قلب النار. ربنا يكفينا شر النار، قولوا امين معايا. زي الفل. حتة اللحمة ازاي؟ لطيفة وحلوة، الله، مستوية قبل ما تنزل في الحلة وهي لسه في ايدي، اللهم صل على النبي. خدت كل اللحمة على البصل ومش هحط مية خالص. حذاري، تحطي مع كباب الحلة مية. يتقلبوا مع بعض كده زي الفل. نمسك الحله دي كده لانها سخنه، خلي بالك لازم الحله تكون سخنه، اوعى تحط كباب الحله في حله بارده في البدايه. ليه يا شيف؟ حته اللحمه على ما تستوي هتكون ميتها نشفت، ما تطلعش معاك ملبسه،
فلازم حته اللحمه تتحط في طاسه او في حله سخنه جامده جدا عشان تاخد الصدمه الناريه اللي اعمل بيها احتباس للجوسي والسوائل بتاع حته اللحمه جواها. اقفل المسام بتاعتها اهو اهو، شفت حته اللحمه في قلب الحله كده، واسيبها يا نعم يا غالي. مش هغطيها، حد يغطي الحاجه النعمه دي يا باشا، حته اللحمه دي الحلوه. عليا الاستاذ عادل امام ربنا يديله الصحه بعد ما اكل اكله كباب حلوه، قال لك حد يغسل ايده من نعمه ربنا؟ حلو الكلام، الله ينور يا درش. حلو، طيب تعالوا مع بعض عدل كباب الحله وعدل طاجن البسله شويه رز بالشعريه. تعالوا نعمل مع بعض رز بالشعريه. تقول لي يا شيف لسه هنرجع تاني ورا لا لا لا، لغايه دلوقتي بلاقي في بعض البوفيهات المفتوحه وبعض المطاعم وبقى في البيت عندنا بالله حبايه شعريه واخده لون وحبايه شعريه مش واخده لون، حبايه فاتحه وحبايه غامقه، حبايه محروقه وحبايه مش محروقه. ازاي الشعريه تاخد لون واحد؟ معلقه ملح جوه التحميره تديلك الشعريه لون واحد وتقلبيها بالشكل اللي احنا شايفينه ده مع بعض. بنقلب الشعريه بالشكل ده كده مع ورق اللورا وننزل عليها بشويه رز حلوين زي الفل، رز مصري اتغسل قبل كده مره واثنين وثلاثه وصفناه من الميه وهنحطه على الشعريه. انا بصراحه من الناس اللي بتحب الرز اقل من الشعريه، يعني الشعريه زياده دول كفايه. ونقلب كده اهو، معايا ميه بتغلى على النار. الميه دي ادلعها بقى احطها لها مثلا بصلايه جزرايه بوكيه جرنيه، هي بصراحه معايا ميه بريئه لان عايز الرز بالشعريه هنا طعم الشعريه يبان. عندك شوربه لحمه يا سلام، في الثلاجه كنت عامله مثلا ملوخيه امبارح وبقى عندك شوربه الفرخه ماشي، شوربه لحمه في رمضان بتلاقي في الثلاجه مليانه. عشان كده ان شاء الله باذن الله تعالى عايزين في الايام اللي جايه ديت، اعتقد دلوقتي 17 رمضان الثلاجه فيها بواقي كتيره، فنعمل حلقه مش هنقول بواقي الثلاجه عشان ما يبقاش الاسم في مشكله، لا هنعمل حاجات في الثلاجه هنطلعها ونعيد هيكلتها. طلعي لحمه مفرومه، بطاطسيه هتلاقيها يبقى سمبوسه باللحمه المفرومه والبطاطس، هتطلعي صدر فرخه حلو ولقيتيها تعملي مكرونه نجريسكو، شويه مكرونه مسلوقين مع صدر فرخه، شويه كريمه، شويه جبنه موزاريلا، بقت نجريسكو. اسماء هتطلعيها من بواقي الثلاجه، مطبخ عالمي ومطبخ مصري. معايا انا باذن الله تعالى هنختار اليوم ده ونطلع كل اللي في الثلاجه قبل نهايه رمضان. الكفته عشان ما تنزلش من على السيخ هي حاجه لطيفه، حاجتين. رقم واحد لو اللحمه مجمده عندك، بس والله العظيم بكلم الصراحه والكلام لما بيطلع بصدق من القلب بيوصل للقلب. اللحمه لو متخزنه عندك المفرومه وعايزه تعمليها كفته عشان تريحي راسك كده وتقف في المطبخ زي الفل، معلقتين برغل بتغسليهم مره اتنين تلاته وتسيبيهم بعد ما تصفيهم وتفرمهم مع اللحمه المفرومه. هتمسك وينز لو اتكومت الدنيا كلها بقت عصبه واحده على السيخ، حته اللحمه المفروم معاها برغل. حته لحمه طازه من عند الجزار وجيتي من عند الجزار مباشره وعايزه تحطها في السيخ، حطها في التبريد شويه تمسك نفسها. لغايه امتى يا شيف؟ لغايه لما تحطها في ايدك كده صوابع ايدك تعلم مكان ما مشيت فيها، تبقى حته اللحمه جاهزه انك انت ايه تسيخها على السيخ. تحط لها بصلايه ناعمه، فص ثوم حلو، بهارات حلوه، واللحمه اصلا الطازه ما تكتريش منها التوابل عشان نعرفها اذا كانت كندوز ولا ضاني. خلينا ناخد بعدين ونطلع فاصل وسيبوني اعيش مع ريحه الشعريه والرز ورمضان كريم. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل مع شويه رز بالشعريه قلبين ريحته للصوديو للامانه. يعني ريحه تحمير الشعريه لما ننزل عليه بالميه المغليه والرز ما اقولكيش، يعني بصي ما تقدريش انك انت تخبي انك عامله رز بالشعريه. اتقل على الرز لما يستوي، خلينا نغطي الحله بتاعتنا ونخش على اللي بعده. حلو، يبقى خلصنا من كباب الحله. عيني حاضر يا غالي، عايز اشوف حته اللحم. ما هي لازم نغطي الحله، كباب الحله عشان يستوي لازم نغطي الحله عشان حتة اللحمة تتكمر مع البصلة وكله يستوي بالشكل ده كده. التوابل مش هنزل بها دلوقتي خالص، انا اقفل ولا اخليها؟ لازم اقفلها بعد اذنك. اه طب بص عليها وصلي على الحبيب قلبك يطيب. اه طيب اه بس اقفل عليها لان لازم، هي عملتها اكتم على الدخان. حلو، تعالوا مع بعض نعمل يخنة البسلة بالجزر. هرميها على النار عشان لسه عندي شغل كتير. معانا طاسة على النار، شيل الغطا ده خليه هنا كده، ومعانا بصل ومعانا طماطم وبسله وجزر، هحط لك جزر جنبيها. يلا وتعالوا شوف هنعملها مع بعض ازاي من غير لا لحمه ولا فراخ، انا حابب اعملها بالطعم ده كده. اه زي الفل يا عم الشيف. نعملها بمعلقه سمنه حلوه، يعني نزيد من القيمه الغذائيه بتاعتها. خلي بالك انت لما تعملي الاكل
يخنات او الطبخه بسمنه بلدي انت عاملاها بلحمه. ما السمنه البلدي دي منتج جيد جدا للبروتين الحيواني. السمن البقري او السمن الجاموسي البلد الحلو ده بروتين، يعني مش لازم تحط هوبر في الحله عشان تقولي عامله بالله خالص، ده بالعكس هي السمنه البلدي. عشان بس يقول لي ده من المخرج اخويا شفيق يقول لي فين الهوبر؟ هوبر اه لا سمنه بلدي، ما هو ده بروتين يا غالي اهو، بروتين اهو. حمر البصلايه الحلوه دي كده ها تاخد لون، تاخد لون، لون ليه؟ عشان تدي طعم للمرقه بتاعه الايه؟ اليخنه. نسيبها كده، ننزل بشويه البهارات بتاعتنا الحلوه. البهاراتك ايه يا عم الشيف؟ فلفل اسود ده اساسي بحبه مع البسله، حلو الكلام. وشويه الملح التمام، اه سنه فلفله حلوه، سنه فلفله حلوه، وسنه كمون صغيره لان البسله بتعمل لنا غازات والكمون طارد للغازات مع البقوليات بالذات. شويه كركم حلوين، كركم بينقي الجهاز الهضمي وخاصه الكبد. نقلب دول كلهم مع بعضيهم، مش هنزل بالثوم دلوقتي خالص. اه البصله خدت لون، اتغير لونها، رحمت عينيا من الدموع، دموع الفرح غير دموع البصل، كل دول في قلب الايه السمنه مع البصلايه. اه خلصت، آه شفت الجو ده كده. اه التحميره دي مهمه جدا. اه خدت لون ازاي؟ اه اوسع مكان كده، شوف انا هعمل ايه، واخد الثوم بتاعنا الحلو ده كده اهو. ركزي، اه انا بصنع حاجه بطريقه لطيفه، خبره طهويه. مكعب زبده محترم، التومه مع الزبده بتاعتي خدت لون وطعم اهي. شفت التركايه دي مهمه جدا، تفرق تفرق، الخبره الطهويه هنا بتتكلم اهي. بص زبده مع توم اهو، اهو لسه ما خلصتش اهو، زي ما احنا شغالين كده اهو. ننزل بالطماطميه بتاعتي، طماطميه حلو اهي، يخنه البسله اهي زي ما هي كده اهو. اللهم صل على النبي اهو، خلص الكلام اهو تمام. البسله عندي، البسله دايما اللي بتيجي متفرزنه بتاخدش وقت كتير في السوى، خلي بالك ما بتاخدش وقت كتير في السوى غير البسله اللي انت بتخزنيها مثلا او اللي انت بتقمعيها اهو. بسله، لا الله عليك يا استاذه ريحان، هو ده بقى انت في مدرسه المغازي. الجزر مبشور مش متقطع مكعبات، انا معاكي لو البصل متقطع مكعبات حطيه الاول لانه بياخد وقت كتير في السوى، ولكن انا عامل طاجن النهارده بمدرسه المغازي. ايه هي؟ انا بشرت الجزر، بيدي قوام، بيدي شخصيه، بيبقى شكله لطيف وحلو. هنقلب كل ده مع بعضه اهو، اهو نجيب اللي تحت فوق كده اهو بالشكل ده كده اهو، اهو تقلبه كده اهو، نحط شويه ميه مغليين من دول ونسيبها على النار تعيش اهي. سيبها بقى تتسبك اه. الله ايه الحلاوه دي؟ لا بقى تعالى اشتغل المكان اه، معلقة سكر على صوص الطماطم عشان الحموضة. مين اللي قال كده؟ مين اللي قال معلومة غير معلومة؟ الشيف المغازي اهو. حلو، معلقة سكر على الطماطم علشان نتلاشى حموضة الطماطم، ومع الوقت الكبير هيجي لنا مشاكل في ارتجاع المريء، يبقى جوزك مسكين راجع وتعشى متأخر. الراجل ما يتهناش بالنومة، ليه؟ متعشى متأخر بيرجيله ارتجاع مريء. أنا بيجيني ارتجاع مريء طبيعي، أي حد بياكل وبيرجع متأخر بالليل وبيتقل في الاكل بيجي له ارتجاع مريء. ليه؟ بيبقى بقى مع الوقت بقى اكل فول بره وكشري ومحدش بيسلم من الاكلات اللي موجوده ديت. هنغطي الحله بتاعتنا، بس خلونا نحط معلقات سكر. حلو الكلام، ونغطي الحله دي ونسيبها، لازم دي تتسبك، تقعد لها على النار شويه كده زي الفل مع التغطيه. اه. كده انا حطيت كل حاجه على النار، رز بالشعريه اللهم صل على النبي تمام، مستوي جاهز. ومعانا نبص على كده على الحاجات اللي في الحلقه، والحته اللحمه بتستوي نبص عليها النظره الاخيره قبل ما نحط التوابل اهي اهي اهو اهو. حاضر عينيا اهو اهو، ما عدا دي انا جايبه لك ازاز عشان تشوف اللي جواها اهو اهو. حاضر، خش بالكرين يا غالي بس خلي بالك من المطبات. حلو الكلام اهو، حلو اهو. معانا يخنه البسله بالجزر، معانا رز بالشعريه، وكل ده على النار. خلونا نتبل اللحمه ونخلص منها. حلو الكلام اهو، لحمه هتبلها بيه يا شيف. الله، معايا انا في شويه ايه، شويه هيل مفرومين ناعم، اللحمه دي بالهيل جامده جدا. معانا يا عم الشيف شويه زعتر كباب الحله، زعتر يابس كده حلو. الله، شويه فلفله حلوه اهو، بعيد عن الكمون والكزبره في كباب الحله، غير الكمونيه، الكمونيه بيتحط لها كمون، انا ده مش هحط له كمون خالص اهو عشان ما غيرش طعم البصل ولا طعم حته اللحمه. ممكن احط كاري او احط كركم اهو لكباب الحله. اللهم صل على النبي،
يبقى انا حطيت زعتر وحطيت بابريكا وحطيت يا عم الشيف كمان شويه كركم. حلو الكلام. نحط بقى هنا التركايه بتاعت المغازي. التوم نيه اهو اهو اهو. بص على الحته دي كده، بص على الحته دي وصلي على الحبيب قلبك يطيب. انا ما حمرتش التوم مع كباب الحله، نازل بالتوم زي ما هو كده اهو في قلب الحله، وغطي الحله. اخزن التوم ازاي؟ سؤال حلو جدا. هتسمعي كلامي؟ راي حاضر. هتجيبي التوم، واحنا مصدر ارضنا مصدر غني جدا للتوم، والتوم بتاعنا مش موجود في اي مكان في الدنيا. مش انا اللي بقول كده، القران الكريم اللي بيقول كده. التوم هيتجاب يتقشر ويتفرم ناعم زي اللي معايا ده كده عينيا. وبعد ما يتفرم ناعم زي ما هو كده، في حاجتين: يا اما تجيب الاكياس البلاستيكيه اللي في السوق، ده الكيس فيه قد كده بثلاثه تعريفه، تحط فيه التوم ده وتفرديه كده يبقى رقيق كده 1 مللي وتقفليه كويس وتحطيه في الفريزر. دي طريقه. وبعد ما يتجمد تقطعيه مكعبات كده او بشكل ايدك وتشيليه في كيس. الطريقه الثانيه: تجيبي مكعبات التلج اللي موجوده في الفريزر بتاعه الميه، حلو الكلام، تتهنيها زيت كده بسيط جدا كانك هتعملي كب كيك، وتحطي التوم ده في مكعبات التلج وتحطها في الفريزر ويتجمد. وانت بتحطي شويه التوم دول حط معاهم عود روزماري، هتدعي لي بعد كده. دي طريقه تخزين للتوم لطيفه وجميله وزي الفل. وتحط على وشه دايما شويه زيت علشان ما يسودش منك، ولو التبريد درجه حرارته عاليه او درجه التبريد عاليه في الديب فريزر مش هيسود منك. انا هطلع فاصل صغير لان معايا سبرينج رولز عايز الفه بالجبنه، لفين شويه هنشوف نلفه مع بعض ازاي. معايا عجينه بغاشه هعملها دلوقتي مع حضراتكم، عباره عن بيضتين وشويه دقيق وشويه فانيليا ومعلتين عسل حلوين من قلب الثلاجه. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. بوسع كده العجينه عايز اعملها مع حضراتكم. انا شخصيا بحب الحلو ده للامانه، لما اجي اعمله بتفنن في عمايله. بعد اذن الاستاذ رحاب نشوف مقادير البغاشه على الهواء. مقادير البغاشه في متناول الجميع. ايه هي؟ كوبايتين من الدقيق، بيضه، شويه فانيليا، معلقتين زيت. ما بتاخدش خميره. هنعجنها مع بعض كده سريعا. ممكن نحط لها شويه بيكنج باودر، وده اختياري اذا عايزاها هشه قوي، بس هي تطلع معايا انا هشه. تعالوا نشوف هنعملها مع بعض ازاي. على القلب الرخامه دي كده، الدقيق اهو اه، هما شويه دقيق صغيرين. انا معايا عجينه جاهزه بس. حلو الكلام اهو زي الفل. وهنوسع كده في قلب الدقيق حفره، ربنا يكفينا شر الحفر، قولوا امين اهو. وهاجي في قلب الدقيق ده كده يا عم الشيف واكسر ايه، هو ده اكسر البيضه دي. حلو الكلام. بس خلاص. ايه الحلاوه دي؟ ايه الصوره دي؟ ايه الصوره دي؟ فيها كل حاجه، فيها بروتين، فيها كربوهيدرات، فيها نشويات، معلقتين زيت زيتون. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ اه عليها شويه فانيليا. دي البغاشه على طريقتي، بغاشه على طريقتي. هلهلبها شويه، هلهلبها يا ويلي يا ويلي. هي دي البغاشه. شويه ايه كمان؟ هيل ناعم. هي دي البغاشه اه. حطيت سنه بابريكا مع شويه هيل ناعمين. ده تطلع حلو يا شيف؟ اه تطلع حلو دلوقتي. واحط معاها شويه ملح كمان زي ما انا شغال كده اه. ده كله في قلب البيضه هنا اه. شويه الملح، شويه سكر، بجيب من حواليا كده الحمد لله المطبخ مليان. شويه سكر اه زي الفل. واقلب دول كلهم مع بعض كده وانا شغال اه اه اه. بيضه كده اه. العجينه دي تطلع معايا تلم بس كده. بعدين هنعمل ايه يا عم الشيف؟ هنعجنها بايدينا زي الفل. احتاجت لشويه ميه بنحط شويه ميه دافيين اه زي ما انا شغال كده اه اه. بنلعب. احنا الاكل بتاعنا على النار هنغرفه بس. والسبرينج رولز ملفوف معايا جاهز، هلف شويه 2 3 4 مع بعض دلوقتي وبتدلع. بس انا العجينه دي حابب اعملها علشان حلو وسهل وبسيط في متناول الجميع. معانا مين يا ست الكل؟ مقادير البغاشه على الشاشه وانا شغال فيها. كوبايتين من الدقيق خدوا بيضه، حطيت على البيضه دي معلقتين من الزيت وقلبتهم كده، وحطيت شويه سكر، وايه كمان يا استاذ رحاب؟ غشيشين وقرفه وماء دافي حسب الايه اه. والعجينه دي كده معايا جاب بتاعتين كده حلوين فرحان بيهم اه زي الفل، وشويه ميه دافيين. حلو الكلام؟ حلو الكلام اه. ممكن نزود بدل الميه حليب اه، بس انا عايز شويه ميه اه. بس خلاص. ونعجن العجينه تاني. مش لازم عجان يعني، مش لازم عجان مع ست البيت الشاطره، مش لازم عجان. ثمنه 6000 7000 20000 جنيه، هو لازم عادي موجود في المطبخ وكل حاجه. بس انا عايزك مكان فيه عجان زمان كانش فيه عجان،
وابطال عبرنا خط بارليف وسينا وعبرنا وانتصرنا على كل الاعداء. كانش فيه عجان ولا فيه خلاط ولا فيه حاجه ولا فيه البوتاجاز التاتش ده ولا الجو ده خالص. اهو شايف العجينه اهي 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 اه. الله الله اهي العجينه طلعت اهي. ايه ده شيف كل ده؟ دي اول ما تلاقي الرخامه بتاعتك نضفت وايدك نضفت من العجينه زي الشعره من العجينه، اعرفي ان العجينه بتاعتك ناجحه وزي الفل. اهي 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 شفتي اهي اهي اه. شويه الهيل اللي انا حاططهم مع البابريكا عاملين شغل جامد جدا في العجينه، حلو قوي. اه اه بلم العجينه كده وانا واقف اهو خلاص اهي 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 خلاص الرخامه نضفت والله ما اضرب فيها منديل. اه اه وانا واقف على الهواء اهو 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 من غير عجان اهو اهو. فين العجين؟ جيب لي اي اثار للعجين هنا يا شفيق الله يرضى عليك، انت واساتذتي فرسان التلفزيون المصري الاساتذه المصورين دي حبايبي. خش بالكرين اهو، في عجين هنا مكان العجينه دي احط البنجة واكلها اهو، واشيل الجلافز ده كده وخلص الكلام. ادي العجينه بتاعت الايه الغباشة. حلو الكلام اهي. اللهم صل على النبي اهي 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 زي ما هي كده اهو اهو اهو. شفت العجينه بتطلع ازاي؟ اهو 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 والفها كده تاني اهو، اخدم عليها واسيبها تريح 10 دقايق على ما تشوف ايه قصه السبرينج رولز ده كده مع حضراتكم. اهو اهو زي الفل اهي تمام زي ما هي كده. بقطعها قطعها بقى قطع صغيره كده بالشكل ده كده اهو، وتسيبها تاخد مرحله التخمير على جنب. حلو الكلام. طيب تعالوا مع بعض نعمل عجينه السبرينج رولز واحده واحده مع بعض اهو. دي خلاص العجينه اهي، واخليها قدام عينيا كده عشان ما انساهاش اهو، زي ما هي بالشكل ده كده اهو، والفها كده زي الجماعه الفطاطريه حبايبي اهو كده. كباب الحله بدات اشم ريحته. ايه ده ايه ده اهو 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 اهو. التفاصيل دي والنبي يا شفيق ما تفوتكش، رمضان في مصر حاجه تانيه، والسر في التفاصيل. كمان عندنا تفاصيل كتيره على شاشه القناه الاولى والفضائية المصرية عشان العالم كله يشهد اهو اهو وانا شغال اهو. حلو العجينة الغباشة وانا شغال، نشيل كل ده مش عايزينه. حلو الكلام. نخش على السبرينج روز، بس خلينا نبص على اكل عيش الاول. ايه الاخبار هنا؟ ده يخرة البازيلا بالجزر شغالة ما بتقولش لا، مش واقفة، النار تمام وزي الفل جاهزة ان انا اغرفها. الرز بالشعرية بيناديني بيقول لي ارحمني من النار خلاص انا استويت. يا اخبار الكباب حلة العب يا سمك اهو اهو. اللهم صل على النبي اه اه. حته اللحمه ميتها نشفت والبصلايه دابت مع الايه ايه ده ايه الحلاوه دي اه 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 اه. خدي بقى التركايه اللي جايه دي هتعجبك قوي 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 قوي. انا عايز الجوسي او البيون او البهريز اللي نزل من حته اللحمه في ارضيه الحله، احصل عليه ازاي؟ حد يقول لي بقى. هنا الشياكه مكعبين من الزبده، اللهم صل على النبي اه، ومع المكعبين الزبده دول يا عم الشيف يعني بالظبط كده 4 معالق ميه للكيلو اللحمه اهو. ادي معلقه الثانيه الثالثه الرابعه. البهريز اللي هيطلع من ارضيه الحله ده هو ده الطعم اهو. سبرينج رولز محمره. طب ما شفناكش وانت بتلف السبرينج رولز يا مغازي، انت بتاخدنا في دوكه ولا ايه؟ اصبر علي اهو، سيب دول يتحمروا كده ونهدي النار بقى تحت الحاجه اللي استوت كده. الانتاج بتاعنا هنغرف دلوقتي في مينت اهو. اوطي على كباب الحله، الرز كده كده انا مهدي عليه، عندي زيت بيسخن هنا علشان البغاشه والبازيلا بتاعتي بتستوي. حلو الكلام حلو الكلام. تعالوا نشوفوا موضوع السبرينج رولز سريعا كده. معانا حته جبنه قريش ريحه الريف المصري والصعيد المصري موجوده معانا. نشوف المقادير يا استاذ رحاب. جبنه قريش تتكلم مصري وتتكلم صعيدي اهي في قلب البوله. بناخد بيضه نكسرها عليها سبرينج رولز بالجبنه، ادي البيضه تنزل عليها كده زي الفل. وهنهرس كل ده مع بعض ومع شويه نعناع اخضر وشوكه حلوه كده وشويه كمون حلوين، لان بحب الجبنه القريش معاها كمون اهو. حلو قوي. ومعانا كمان يا عم الشيف شويه بقدونس حلوين، كل دول على الجبنه كل ده على الجبنه اهو. ده سبرينج رولز بالجبنه في رمضان، نهرس ده بالشوكه كده اللهم صل على النبي اهو اه. حلو قوي تمام. والبيضه بتاعتنا تتقلب في قلبي. ليه حطيت بيضة يا أبو غازي بقى؟ قول لنا بقى، هي الجبنة مش محتاجة، ما هي بروتين. البيضة دي وجودها هنا بتلم الشمل.
ربنا يلم شملنا على الخير يا رب. قولوا امين. اهو بيضه مع جبنه قريش وتقلبه كده مع بقدونس حلو، اوعى تحط كزبره عشان الطعم ما يهربش منك، وذره كمون صغيره، وما تحطيش ملح لان كده الجبنه القريش مش محتاجه ملح. ادي الحشوه معاك، عجينه الاسبرينج رولز اهي زي الفل. تعالوا نلفها مع بعض سريعا. ايه الاخبار؟ نقلب ده كده مع بعض الاول بسرعه. اللهم صل على النبي. ايه الحلاوه دي؟ اهو اسبرينج رول زي ورق العنب كده. يعني لو معايا الزيت غزير دلوقتي كان كله اتحمر. الله يسامحك اللي ببالي. اهو 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 شفت الجو ده كده؟ اهو التحميره دي مهمه جدا. اهو اهو اسبرينج رولز خد اللون ده كده. معايا مخرجنا الجميل واساتذه المصورين التفاصيل الصغيره دي. اهو اقلبه كده اهو بالشكل ده كده. اهو عينيا اهو. طيب نلف واحده اسبرينج رولز مع بعض سريعا. اهو ادي العجينه بتاعتنا بتاعت الاسبرينج رولز، بتتباع في اي سوبر ماركت. في عجينتين، عجينه مخلوطه بالبيض وعجينه من غير بيض. العجينه اللي هي بالبيض بتلاقيها لونها اصفر، والعجينه من غير بيض بتلاقي اللون ده كده. اهو هنلف اتنين مع بعض عشان مفيش وقت. اهو حلو الكلام. اهو ادي العجينه اهي بتاعت الاسبرينج رولز بالشكل ده كده. باخد من المعلقه كده شويه من الحشوه. اهو فيها جبنه، فيها بيض، فيها بقدونس. اهو واحطهم كده. اهو حقني حاضر. اهو واحط دول كده زي الفل. اهو بيقولوا لي خلي بالك الاسبرينج رولز يتحرم منك. شفتوا القلب؟ شفتوا؟ مش الموضوع شغله بس، حتى واحنا في الكنترول متابعين معايا اخواتي وحبايبي. النجاح ده مش نجاحي انا، انا اقل واحد بشتغل والله العظيم. اخواتي وحبايبي من المخرجين للمصورين للبروديوسر للانتاج اللي مش مخليني عايز حاجه. اهو كل دول مع بعض. اهو اهو كل ده يا عم الشيف، كل ده هنعمل ايه؟ هنلفهم كده. وانت بتلف الاسبرينج رولز مختلف شويه غير السمبوسه. شوف الجو. اهو لازم كده بشكل مثلث. اهو كده بص الحطه دي. اهو 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 واحده واحده عليا بقى. اهو ده هي دي. اهو تاني كمان واحده مع بعض. اهو زي ما هي كده. اهو اهو اللفه السريعه دي كده. اهو اهو هو ده. ونيجي هنا على الحرف، هي دي اللمسه دي. اهو لف واحده كمان، اخر واحده مخرجنا الجميل الله يساعدك. اهو اهو اهي واحده اهي. معلقه جبنه مخلوطه بالبيض بالبقدونس بشويه كمون. اهو والفها كده بالشكل ده كده مثلث. اهو 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 ايديا كده. اهو 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 ودي اللمسه ده دي وميه بتاع السمبوس. اهو ثلاثه مع بعض. اتعلمنا تلف ازاي؟ اهو نركن دول على جنب لان احنا معانا متحمر ولازم اطلعهم من الزيت حالا دلوقتي. حلو الكلام؟ حلو الكلام. تعالوا مع بعض نشوف ايه اللي في النار نطلعه. اه ده خلاص استوى زي الفل اهو، شويه اسبرينج رولز، الجبنه عندنا، والبيض خلاص استوى من جوه عشان كده ما تدخلوش في زيت شديد زي الفل. وتعالوا نغرف الاكل بتاعنا مع بعض. عجينه البغاشه معانا ان شاء الله هنعملها باذن الله. اخواتي هيدوني وقت النهارده ونشيل العجينه دي كده ونوسع الدنيا عشان نغرف الاكل بتاعنا. اللهم صل على النبي. هنبدا بايه يا عم الشيف؟ اول حاجه كباب الحله. محتاج ان انا اغرفه، هنغرفه يلا في الطبق الحلو ده كده. يلا كباب الحله نبص عليه. حلو قوي، بنحط شويه بقدونس حلوين تحت منه كده. كباب الحله هنا، كباب الحله اهوت زي الكبابجي بالظبط، بقدونس تحت الكباب. اه زي الفل. وناخد الحله بتاعتنا. اللهم صل على النبي. يا نعم يا نعم. الله اللهم صل على النبي. ان شاء الله ربنا هيجبر بخاطرنا. وادي كباب الحله، نبص على كباب الحله، بص على كباب الحله. جيب لي حته اللحمه بالبصل انسى. اه اللهم صل على النبي. اه 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 وعايزك تجيب ارضيه الحله عشان نشوف بس ما حطيتش ميه. شيشاء الميه اللي حطيته اربع معالي ميه بالعدد علشان اخد الجوس والطعم والبهريز اللي في قلب الحله. ورق اللورا ومع البصل والجمال والدلع ده الف هنا وشف. اه حلو الكلام. خلص كباب الحله. طيب نزينه بشويه بقدونس على الوش. يخرة البسلة بالجزر ننزل بيها دلوقتي كمان الف هنا وشف. اهي طاجن البسلة بالجزر يتحط جنبيه كده. اللهم صل على النبي. جاهزة اهي. المغرفة فين؟ اهي زي الفل. يلا يخرة البسلة ما خدتش وقت، عارفة ليه بقى؟ لأن الجزر عندي هنا أنا بشره والطماطم متسبكة والبسلة بتاعت المجمدة ما بتاخدش وقت كبير في السوى. اه اه شفتي؟ والطعم فيها فلة. اه دي عدلها رز بالشعريه، هغرفه حالا دلوقتي. اهو اللهم صل على النبي. اهو احلى طاجن بسله بالجزر في الدنيا، سكريات الجزر مع البسله يتنافسوا على الطعم الحلو. نخش على اللي بعده، الاسبرينج رولز اخباره ايه؟
بيتكلم مصري لانه معمول بجبنه قريش بتتكلم من الصعيد المصري. اغرفها مع بعض كده الاسبرينج رولز، نطلعها مع بعض بسرعه. يلا في الطبق الحلو ده كده، اللهم صل على النبي. يلا لما اجي اطلع بقى الاسبرينج رولز تعملي حركه حلوه قوي. عندك نعناع اخضر، عندك بقدونس، عندك الحاجات الحلوه دي كده تحطها تحت المقليات بتبقى لطيفه وحلوه. ليه؟ بتشرب الزيت في حاله التقديم. اهو 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 وانا شغال كده واحده واحده. اهو بواسطه شوكه بطلعه. اهو ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الحلاوه دي؟ اهو اهو اسبرينج رولز. اهو ايه اللي بيحصل بقى هنا لما حطيت النعناع؟ الاسبرينج رولز بيبقى على وش النعناع وعندنا الزيت في الارضيه في الطبق، فهنا ما بيوصلش الزيت مع الاسبرينج رولز او السمبوسه اللي بتحمريها. اهو اخد المحمرين دول زي الفل. اهو معلش اعمل ايه بقى؟ اهو دي كمان، دي كمان احمرت. اهو زي الفل. دي مش عايزها لانها نزلت على الرخامه. اهو ودول كمان محمرين زي الفل. الف هنا وشفا. ادي الاسبرينج رولز بتاعي، الف هنا وشفا، ده جاهز. حلو الكلام. ونشيل الزيت. عينيا حاضر. تعالوا نشوف هنعمل البغاشه مع بعض ازاي. اهم حاجه الرز بالشعريه، عايز اغرفه لان الاكل ده من غير رز بالشعريه ما ينفعش خالص للامانه. شويه رز بقى بفلفلين. الشعريه بتقول للرز وسع، والرز المصري بيقول للشعريه وسعي. اه نغرفهم مع بعض زي الفل. الف هنا وشفا. نجيب طبق كده بسرعه، اللهم صل على النبي. طبق نغرف فيه الرز بالشعريه. حلو طبق زي ده، حلو. ومهم جدا لما تيجي تعمل الرز بالشعريه تحط في الاعتبار الملح بتاعك يكون بالسالب، يعني ما يكونش ملح كتير، لان ممكن الرز يتعالج لو ملحه زياده لانك انت صايمه فمش هتدوق هنا. خلي بالك الملح دايما في الرز يكون بالسالب، نقدر نعالجه. الله عليكي الله عليكي، طباخه شاطره. اه حلو. قالت لي معلومه دلوقتي، قالت لي ممكن نحط رشه فلفل اسود على الرز بالشعريه. جبتها منين دي؟ اكيد صحاب الجماعه شوام. اه اه حماتك. اه شفتي؟ ما عندنا برضو ستات بتعرف تطبخ شاطرين. مفيش ست مصريه بتلاقيهاش تعرف مطبخ، كلها التانيه اشطر من الاولى والاولى اشطر من التانيه. رز بالشعريه ورق لورا وبيزينه، مش عايز اي برزنتيشن، هي الشعريه برزنتيشن لوحدها. اهو برزنتيشن يعني شكل، يعني ديكور. سيبوني بقى اشتغل في البغاشه. والله وقتنا سعفنا، اهلا وسهلا محظوظين. وقتنا ما سعفناش يبقى حظنا كده واحنا شغالين مع بعض. اهو هجيب النشابه وادعوا لي بقى. اهو ونفرد كده مع بعض. اهو اهو لغايه مخرجنا الجميل ما يقول لك وقتك خلص اجري. اهو عينيا انا هفرد ونحمر يا استاذ رحاب، واحنا ونصيبنا بقى هنعمل ايه؟ اهو حلو الكلام. أوه. وانا شغال هنجيب النشابه، اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. هي كفيفه ان احنا نغرف واحده بس، وادي الزيت عندي اخباره ايش زي الفل. واغرفك الفها كده بس للشاب. اهو 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 البغاشه اهي، العجينه اهي اهي، وخليها رقيقه جدا رقيقه جدا. اهو اهو واجي شايلها كده، وعندي قطعه حلوه فرحان بيها جايبها اهي في القطعه. ايه القطعه كانت هنا اهي، الحمد لله تمام. هناخد القطعه دي كده ونقطع كده. اه شفت القطعه دي كده، واخدها في قلب الزيت اهي. دي البغاشه، بص لي على البغاشه بقى، جيبها لي، جيب لي البغاشه. فكره تحمير البغاشه زي بلح الشام، حاجه كده اسرع من بلح الشام. دي تنزل في زيت شديد، غير بلح الشام بينزل في زيت بارد. لما تيجي تحمري بلح الشام بيتحمر في زيت بارد، البغاشه عايزه زيت سخن. انا سيبوني احمر بغاشه واخد بالكم، وايه وتقدروا تنهوا الحلقه وهي البغاشه في قلب الزيت، هتطلع معايا عسل نحل زي الفل. هينزل عليها كده يسقيها وتقول لك عطشان يا سمران يسقيني عسل نحل. مطبخنا النهارده على شاشه القناه الاولى في اسبرينج رولز بالجبنه، واخد الطعم الصعيدي الحلو والريف المصري. معانا كباب حله بيتحدث عن نفس الصوره الحلوه. معانا يخنه البسله بالجزر بطعم الشيف، الجزر مبشور شكل جديد. معانا العدل السفره، شويه رز بالشعريه، ما تنسيش معايا طبق سلطه خضراء على السفره. وسيبوني اعيش مع البغاشه والكلام الحلو ده، بنشوفه منين يا عم الشيف؟ من ماس بيرو.